شهدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبيرة والمؤسسة والرئيسة مجلس إرثي للحرف المعاصرة في العاصمة البريطانية لندن توقيع اتفاقية تعاون بين إرثي والقلب الكبيرة وعلامة المجوهرات البريطانية الفاخرة إسبري لإطلاق مجموعة المجوهرات الحصرية قلب كريم والتي سيذهب ريعها بالكامل إلى لصالح المبادرات الإنسانية العالمية التي تنفذ مؤسسة القلب الكبير. حضر الفعاليات سعادة ريم بن كرم مدير عام مجلس إرثي وسعادة مريم الحمادي مدير عام القلب الكبير وجون ريغاس الرئيس التنفيذي لشركة إسبري. وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، وخير من في الأوطان رسل يلهجون بحبها ويكونون لها وبها منارات ضياء سامقة أينما حلت، تكون الإمارات هناك بأبهى صورها، ليس الإمارات فقط بل الإنسانية جمعاء، قلب كبير قلب كريم. فكل حراك لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير والمؤسسة ورئيسة مجلس إرثي للحرف المعاصرة يحمل بين طياته معاني الوفاء والانتماء للقلب الكوني الكبير بكامل عنفوان إنسانيته والتزامه بمعادلة الأصالة والمعاصرة. ومن هنا شهدت سموها في العاصمة البريطانية لندن توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس إرثي للحرف المعاصرة ومؤسسة القلب الكبير وعلامة المجوهرات البريطانية الفاخرة أسبري لإطلاق مجموعة المجوهرات الحصرية قلب كريم والتي سيذهب ريعها بالكامل لصالح المبادرات الإنسانية العالمية التي تنفذها مؤسسة القلب الكبير. سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أثنت على مبادرة أسبري وتبرعها السخي لدعم مشاريع مؤسسة القلب الكبير، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس التزاماً مشتركاً بأحداث تأثير إنساني إيجابي عالمي، خاصة في ظل المرحلة الصعبة التي يمر بها العديد من بلدان العالم جراء الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية، ما يفرض علينا أن نجعل العمل الإنساني جزءاً راسخاً في كل عمل أو نشاط نقوم به. ودعت سموها مختلف الشركات العاملة في القطاع الخاص إلى تخصيص جزء من العوائد لدعم الأعمال الإنسانية لتعزيز قوة وقدرة المؤسسات الإنسانية على إحداث تأثير ملموس وإبراز مدى الترابط العالمي في الوقوف صفاً واحداً لمساندة المستضعفين والمتضررين. وبموجب الاتفاقية تتبرع أسبري بـ1000 جرام من الجادات الملكية أحد أنواع الأحجار الكريمة النادرة ليتم تحويلها إلى مجموعة قطع مجوهرات فاخرة بخطوط وزخارف مستلهمة من الحرف الإماراتية، تتضمن قلادات وسواراً من الأحجار الكريمة وعقداً من خرز الجادات جميعها مرصعة بالألماس والذهب. ومن المتوقع أن تحقق المجموعة إيرادات تتجاوز 4 ملايين جنيه استرليني تخصص لدعم برامج ومشاريع اللاجئين والنازحين وضحايا الأزمات والصراعات حول العالم. وتتكون المجموعة الحصرية التي سيتم إطلاقها في العام المقبل 2025 من قطع مجوهرات تجمع بين حجر الجادات الملكي النادر والفنون الحرفية الإماراتية والتراث المميز لعلامة أسبري، حيث يعد هذا التعاون نموذجاً لتضافر الجهود بين المؤسسات الحرفية والفنية لدعم القضايا الإنسانية والتزام إمارة الشارقة بتعزيز الحوار بين الفنون والثقافات العالمية وتوجيه الشغف الإنساني نحو بناء عالم أكثر عدالة ينعم فيه جميع الأفراد مهما كانت ظروفهم بحقوقهم الإنسانية الأساسية.